السلام عليكم، حياكم الله. اليوم هذا اليوم راح يكون مميز لان كل الاغراض اللي براندات راح تكون موجوده بسنتر ومجمع بيت الكحل. اليوم مو الافتتاح، ان شاء الله باكر الافتتاح. اليوم حاليا جاي نجهز البراندات الحلوه والمرتبه، صح الاسعار شويه راح تختلف، بس لا تنسون انه الغراض راح تكون براندات. مع العلم شامبوات ابو الالف موجوده، غسولات ابو الالف موجوده، اي شيء سعره 500 ألف هو راح يكون موجود، بس بنفس الوقت راح نعطيك حرية الاختيار. يعني تريد شامبو مثلا اصلي، تريد شامبو معالج، تريد ما تساقط، راح يكون موجود. تريد سالفة بألف دينار موجودة، انت بعد مخير شنو اللي يعجبك راح تلقاه عندنا. فلا تتفاجئ اذا دخلت كوزمتك بيت الكحل وراح تشوف النظام يختلف والترتيب يختلف، بس الغراض موجودة، اللي تعودتوا عليها موجودة. واللي يدور شغلات يعني مرتبة وبراندات، وهذا ايطالي، هذا اسباني، هذا بريطاني، كذلك راح تلقونه موجود. فنتمنى انه تعاونون ويانا، وان شاء الله باكر راح نفتح التوصيل وباكر راح ننزل لكم المنتجات. بس راح تشوفون كوزمتك بيت الكحل يعني بشكل ما شايفينه قبل، غير الشكل اللي انتم شفتوه. خلنا اوضح لكم المساله. يعني هسه مثل ذول شامبوات ما شايفينهم، مثل ذول غسولات ما شايفينهم. شوفوا له هذا الحمام، شوفوا له الشجبي، يجوا وياه كبسولات. يعني هاي سوالف كلها اصليه. يعني اغلب الامور اللي راح تشوفونها هي براندات عالميه، تمام؟ يعني غير هذا ابو الالف وبال500 اللي كنت اخذنا، شغلات كلها اصليه من سيرومات من معالجات. يعني شوفوا له مثل هذا بشامبو بمكيف، هواي عندي شغلات راح تشوفونها غريبه عجيبه. هذا وصلنا الباكج كامل اللي هو شامبو مكيف سيروم، وهذا الحمام ماله معالج وبالضمان. بعد ما داحت